إذا نتحدث عن نزول الشارع الأردني ومطالبات بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين الأردن والكيان الإسرائيلي في دبي قبل أيام والمقايضة الكهرباء مقابل الماء، ما التعليق الأول لكم حول ما يجري الآن في الأردن والعاصمة عمان؟ التعليق هو أن الشعب الأردني يرفض كل المعاهدات مع هذا الكيان الغاصب. لا بل نطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة، فما بالك أن نكبل أنفسنا ومستقبلنا وأمننا المائي والكهربائي لهذا العدو الغاصب. نحن بعد سيف القدس كان لنا أمل في التحرير وما زال، ودماء الشهداء الفلسطينيين والأردنيين على أرض فلسطين لن تغفر لمن وقع على هذه الاتفاقية، لأنها تمثل خيانة لهذه الدماء ولهؤلاء الشهداء. فالمجتمع الأردني والشعب الأردني في كل مدنه وقراه انتفض اليوم بمسيرات واعتصامات أمام في الأماكن في المساجد وفي الشوارع رافضا لهذه الاتفاقية ومطالبا بإلغائها وإلغاء أي معاهدة مع هذا الكيان الغاصب. طيب أيضا سيد السقا، بالنسبة لنزول الشارع ذكرت كان معنا قبل قليل سيد القضاة وهو عضو نقابة الصحفيين الأردنيين، مسألة الفوضى يعني نزول الشارع في ظل أزمة اقتصادية وأيضا شارع يعني وغليان في البلاد على خلفية الأزمة الاقتصادية، هل تتوقع أو هل تعتقد بأن هذه المظاهرات ربما تخرج عن السيطرة ويكون هناك مطالب أخرى ودخول بفوضى وحالة احتقان بين الشارع والحكومة الأردنية؟ أصلاً الشعب محتقن حتى قبل هذه الاتفاقية والتوقيع من ما يسمى بالمجلس الوطني القومي الذي ينتزع من الحكومات صلاحياتها برئاسة الملك. نحن نقول من طالب بالإصلاح السياسي عليه أن يكمل لا أن يغادر المواقع بسلبيات سياسية أخرى. هذا يغاير ويعارض التوجه بالإصلاح السياسي. هذا عبارة عن تغيير في الدستور وعبارة عن سحب لولاية الحكومة، ونحن كأحزاب وكشعوب وكسياسيين نرفض ذلك ونريد أن نحافظ على دستورنا إلى الدستور 52 الذي يمنح الشعب أن يكون هو مصدر السلطات. الأمة مصدر السلطات في الدستور، وهذه مواد تغاير هذه المادة. طيب أنتم متهمون سيد أو الحزب، حزب جبهة العمل الإسلامي متهم بأنه يستغل ويستثمر الغليان في الشارع الأردني لاستثمار سياسي خاص بالحزب، ما قولك؟ ما هو الاستثمار السياسي الذي سنكسبه من ذلك؟ نحن حزب إصلاحي، نحن حزب معارض، نحن حزب نطالب بتحرير فلسطين من نهرها إلى بحرها، نحن نطالب بالحريات منذ نشأتنا. هدف الحزب هو ذلك، وأن نرفع ارتهاننا للكيان الصهيوني، أن نعيش أحرار، أن نوسع مساحة الحريات والديمقراطية في البلد، وأن نعيد ونستأنف الحياة الإسلامية في الوطن في الأردن. فهذه محطات لا يجب السكوت عنها، هذا واجبنا أن نقوم بتوجيه الشعب ومع الشعب أن ننضم لرفض هذه الاتفاقيات، ولأنها الاستمرار فيها خيانة لدماء الشهداء. لكن يقال بأنكم تستغلون هذه الاتفاقية الموقعة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي لمساومة السلطة والعودة إلى الواجهة السياسية مرة أخرى في البلاد. العودة إلى ماذا؟ الواجهة السياسية. هناك من يتحدث بأنكم تساومون السلطة الآن في وتستغلون الشارع للعودة للعمل السياسي مرة أخرى في البلاد. نحن نقود الشارع، نحن نبض الشارع، ونحن نبض الشعب. نحن موجودون في البرلمان، موجودون في النقابات، موجودون في ضمير الناس. ما الذي نريد أن نضيفه لنا؟ نحن واجب علينا
أن تحرير فلسطين، واجب علينا أن نحرر الشعب الأردني ونطالب بتحرير الشعوب العربية كلها من هذا العتق إلى الأجنبي وإلى الاستعمار والاستغلال. حتى اتفاقية مع الولايات المتحدة العسكرية نحن نرفضها، نحن نرفض كل تبعية، نريد أن نحرر رقابنا ومستقبلنا من الارتباط بهذا الكيان الذي أطماعه تمتد إلى النيل وإلى الفرات، ويدير ظهره ويقتل شعبنا في غزة وفي القدس وفي فلسطين ويستنزف إرادتنا. هذا واجب على كل مواطن فيما بالك على الأحزاب. التعامل بالمرونة مع الأحزاب السياسية سيد السقا، وأيضا من يضمن بأن يحدث فوضى في الشارع في ظل احتقان كما ذكرت لك، وأيضا حالة مأساوية يمر بها البلاد وأزمة اقتصادية، وأيضا قبل أيام كان هناك أيضا في الكرك الحدث الذي حصل وفاة شاب ومتظاهرين والتهديد بالانتحار، هناك حالة احتقان وغليان في الشارع الأردني، يعني ربما تكونون متهمون في التأجيج، تأجيج الشارع الأردني لصالح والدخول في فوضى، وتكونوا أنتم ضمن يعني هذا الإطار من يهدد ويؤدي ودخول البلاد بحالة من الاحتقان، وأنتم جزء من هذه الحالة. يا سيدي الشعب يغلي من غير هذه الواسطة، هو يعني زاد الطين بلة والمرض علة. العالم مقهور، الشعب المواطن مقهور من وضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأخلاقي، هويته مستهدفة، النظام الأردني كله مستهدف، مستهدف بدوننا من صفقة القرن ومن أتباعها، هذه جزء من تطبيق صفقة القرن. يقولون كلا للقدس وكلا للوطن البديل ويمارسون عكس ذلك. أين هو، أين الكلا هذه والرفض؟ هذا الرفض يجب أن يرافقه رفض لهذه الاتفاقيات، وأن نعود لإيجاد حلول. نحن من أوجدنا حلولا اقتصادية في الحزب بدراسة العشر سنوات القادمة، نحن إيجابيون ليس معارضة فقط. طيب، نحن معارضة إيجابية، نطالب معارضة إيجابية. ما رؤيتكم للحل؟ ما رؤيتكم للحل سيد السقا؟ الحل مزيد من الديمقراطية، مزيد من وقوف الجانب الرسمي مع الموقف الشعبي ضد هذا الاحتلال وضد التغول الأجنبي الأمريكي في المنطقة وفي الوطن العربي، ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني من كل الدول العربية التي تهرول نحو التطبيع. أن نراجع أنفسنا، أن نجد حلولنا، نقلع شاكنا بإيدينا، هذا هو الحل. نحن لسنا لدينا مخزون كبير من العقول والخبرات والإرادة التي تجوع الحرة ولا تأكل بثنييها. يجب أن نكون نحمي أنفسنا ونحمي وطننا ومستقبلنا ومستقبل شعبنا. لكن في ضمن هذه الاتفاقية هناك متحدث باسم وزارة المياه والري عمر سلامة قال بأن ما جرى ليس اتفاقية ملزمة للمملكة أو اتفاق قانوني أو فنيا ملزما، وإنما هو يعني مسألة إعلان نوايا التزام في حال التزام الكيان الإسرائيلي بتمديد بمد الأردن ب 200 مليون متر مكعب من المياه، سيكون هناك التزام من الطرف الآخر، إذن هو غير اتفاق يعني غير ملزم. يا سيدي، إذا كنا سنأتي بالماء من البحر الأبيض المتوسط ونقيم الكهرباء في الأردن، لماذا لا نأتي بالمياه من العقبة وبطاقتنا وبالأموال العربية دون الحاجة إلى الكيان الصهيوني؟ ما هي البدائل؟ الحاجة إلى الكيان الصهيوني، ما هي البدائل؟ ما قلت لك البدائل، العقبة، نفس البحر موجود في العقبة. نستطيع إذا الإمارات تنوي خيرا أن تنشئ هذه المحطة في معان بنفقتها، ثم نحل المياه في العقبة ونستورد مياهنا بأيدينا نمدها دون الحاجة إلى الكيان الصهيوني. أن نرهن أمننا الغذائي وأمننا المائي وأمننا الطاقة إلى كيان غاصب لا يريد لنا خيرا. البدائل كثيرة. وهنا أسألك، ما جرى هو مسؤول المياه، مسؤول المياه في الأردن منذر حدادين قال في الأردن يوجد مياه تكفيه 500 عام، موجودة في المفرق وموجودة في قاع الديسي، ولكنهم لا يريدون أن يستخرجونها. لماذا؟ ذلك مؤامرة يا أخي،
لماذا سيد السقا؟ ما الأسباب؟ ما الأسباب التي دعت الأردن للتعاون مع الكيان الإسرائيلي ضمن هذه المعطيات بأن الأردن قادرة على تحلية مياهها بنفسها؟ والله لا أريد أن أسألهم لماذا يقومون بذلك؟ لماذا هذا الارتماء بين أحضان الكيان الصهيوني؟ وحلولنا بين أيدي، اسأل علماءنا، اسأل خبرانا النائيين، اسأل كل الفنيين. نحن نستطيع أن نستكفي بداخلنا، والعرب كلهم متكاملون، إذا أرادوا أن يستغنوا عن الكيان الصهيوني يستطيعون حتى عن أمريكا. ولكنهم لا أدري لماذا هذا الارتماء بالسياسة الغربية والصهيونية. إذن ليس لديك يعني جواب في هذا الشأن، ونتركنا يعني الإجابة للحكومة على كل حال يعني لمصارحة الشعب الأردني في بالفعل إمكانية تحلية المياه بنفسها. نحتاج إلى مصارحة، نحتاج إلى حوار، نحتاج، ولكنهم يديرون ظهرهم. في الصباح قالوا لا يوجد اتفاقية، في المساء وقعوها. لماذا الكذب على الشعب؟ هل هناك مبرر؟ المبرر الخوف من الناس أن تتحرك. والآن كل نوايا هو التدريج، التدرج نوايا، يعني أصبر. طب ما أوسلو، وادي عربة سبقها أوسلو التي مهدت الطريق، وقبلها مدريد. هم يتدرجون، سياسة التدرج هي سياسة صهيونية، يأخذون قضمة قضمة، يقضمون حقوقنا ويأخذون إرادتنا، يسلبون إرادتنا. التخوف من الشارع كما قلت، والشارع الآن نزل إلى يعني أو الناس نزلوا إلى الشوارع والتظاهر ضد هذه الاتفاقية، ماذا بعد؟ فليقل الشعب كلمته يا أخي حتى ينتفض، فليقل كلمته، فليغيره، فلينهوها. طب لماذا لا يستجيبون للشعب ويلقوا هذه النوايا ويستمعوا طيب. للعلماء وإلى الحلول الاقتصادية في جلب الماء من العقبة ومن طيب. تحلية ومن باطن الأرض وغيرها.